مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد، ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل للاخبار. في هذه الحلقه نلقي فيها الضوء بشكل كبير ومفصل عن تداعيات وتبعات تطورات الموقف فيما يخص مجلس التعاون الخليجي واقدام كل من المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده والبحرين بسحب سفرائها من الدوحه. في المقابل ايضا نركز على رد الفعل القطري والذي لم يكن مستغربا، حيث أصدرت قطر بيانا تعبر فيه عن استغرابها لهذه الخطوة، وقالت أنه لا علاقة لهذه الخطوة التي أقدم عليها السعودية والإمارات والبحرين بالتدخل في الشأن الداخلي لمجلس التعاون الخليجي، بقدر ما هو يعني اختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون، طبعا ربما في إشارة إلى مصر بشكل كبير. نتحدث عن هذا الموضوع، تداعياته وتبعاته وشكل وتطور العلاقة في المستوى أو على المستوى القريب ما بين السعودية والإمارات والبحرين وقطر أيضا في هذه الحلقة من المشهد. رحبوا معي بضيفي الكريم في الاستوديو على الهواء مباشرة بالأستاذ محمود الشناوي الكاتب الصحفي ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمود مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا، أشكرك على تلبية الدعوة. تسمح لنا في البداية نحن نتوقف بشكل سريع لمتابعة هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم مرة أخرى لبدء النقاش على الهواء مباشرة. تحركات من أجل احتواء الأزمة التي نشبت مؤخرا تحت قبة مجلس التعاون الخليجي، هذا بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من دولة قطر على خلفية اعتراض الدول الثلاث على طريقة تعاطي الدوحة مع مجريات الأمور في المنطقة وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول أخرى. السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية عبر عن أمله في أن تكون هذه الأزمة مجرد سحابة صيف تنقشع قريبا، وأشار أن الجامعة العربية تجري اتصالات مع كل الأطراف في مسعى لاحتواء الموقف. هذه الخطوة غير المسبوقة في مجلس التعاون المؤسس قبل 33 عاما تعكس نفاذ صبر هذه الدول تجاه السياسة والمواقف القطرية، خاصة بعد محاولات عديدة قامت بها الدول الخليجية لوضع حد لتغريد قطر خارج السرب، إذ تتهمها بدعم منظمات معادية لها في الداخل والخارج، لا سيما تنظيم الإخوان. على الجانب الآخر، أكدت قطر أنها لن تسحب سفراءها من الدول الثلاث، نافية الاتهامات التي وجهت إليها. الموقف المصري من هذه الأزمة كان واضحا من البداية، خاصة مع تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن السفير المصري لدى الدوحة موجود بالفعل في القاهرة منذ بداية فبراير الماضي، موضحا أن قرار إبقائه يعود لأسباب موضوعية من بينها استمرار التدخل في الشأن الداخلي لمصر وعدم تسليم المصريين المطلوبين جنائيا لمحاكمتهم، فضلا عما تبث قنوات فضائية من أكاذيب وافتراءات تتعلق بتطورات الأوضاع في البلاد. تأتي هذه التطورات رغم موجة من التفاؤل عمت الأوساط الخليجية في يونيو الماضي بعد تولي الأمير الشاب تميم بن حمد آل ثاني الحكم، إلا أنه تبين من الأزمة الراهنة بحسب مراقبين أن التغيير في الوجوه فقط وليس في السياسات. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد وعلى الهواء مباشرة الأستاذ محمود الشناوي الكاتب الصحفي ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمود بعد التحية، كيف تابعت أسباب ودوافع وتداعيات أيضا سحب دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والبحرين لسفرائها من قطر؟ حقيقة ليس مستغربا هذا الموقف، وليس كما تقول قطر أنه جاء مفاجئا، وإنما هو
قمة جبل الجليد لأمور كثيرة جدا تابعناها كمراقبين خلال الأشهر الماضية، إن لم نقل العامين الماضيين تحديدا. ما كانت تقوم به قطر لم يكن يصب في صالح لا دول المنطقة ولا دول الخليج. ما جرى أن قطر تجاوزت كل الأعراف والتقاليد، حاولت تجاوز كل حتى المقاييس، مقاييس القوة الجيوسياسية كدولة ذات مساحة صغيرة وذات سكان، عدد سكان صغير وذات تاريخ قليل. أنا شخصيا عمري أكبر من عمر دولة قطر، فتجاوزت كل المقاييس المعروفة للقوة الجيوسياسية سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي. ربما يكون هذا نابعا من المدرسة الجديدة في السياسة الأمريكية والغربية بشكل عام، وهي عدم التورط بشكل مباشر في الأزمات وخاصة الأزمات المشتعلة، وتوريط دول تقوم بدور بالوكالة في تلك الأزمات، وخاصة إذا كانت تلك الدول ليس لها تاريخ وليست لها أرضية وليست لها معايير حتى في تناول الشأن الخارجي. كان هناك ما يطلق عليه، يمكن أن يطلق عليه بتحالف الصغار. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحالف مع دول غير تقليدية وليست لها القوة السياسية المعتادة والدور التقليدي المعروف، دول مثل مصر، مثل السعودية، مثل حتى سوريا. أرادت أن تتجاوز الولايات المتحدة ذلك، فرأت في قطر تلك الدول الصغيرة القابعة في ركن من أركان الخليج التي لا تمتلك سوى فوائد مالية، وحتى لم تكن تمتلك الجزيرة وقتها، وإنما جرى الترتيب لأن يكون هناك يعني وسيلة لإبراز هذا الدور ووجود بديل لوسائل الإعلام الغربية التي لم تعد تحظى بالمصداقية المطلوبة. فتم الاستعانة بقطر على هذا الأساس. لعبت قطر أدوار خارج نطاق، تلقى يعني نفورا من وربما توجيهات من بعض القادة الخليجيين المحترمين الذين يرون أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، وبالتالي أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن القومي العربي، ولكنهم تركوا قطر تلعب بعيدا عن ملعبهم مع إرسال بعض الرسائل وبعض الإشارات أن هذا الأمر غير جيد. ولكن للأسف بدأت قطر في التجاوز على هذا الدور واللعب داخل منطقة الخليج نفسها، والقيام بنفس الدور الذي كانت تقوم به في دول مثل الدول العربية التي قامت بها ما يعرف بالربيع العربي، والتي تحولت إلى حالة من الإرباك السياسي والاجتماعي والاقتصادي والانفلات الأمني، وبدأت تلعب نفس الدور في الخليج. عند هذا الحد توقفت دول الخليج وأرسلت رسالة محددة وواضحة: يا قطر كفي عما تفعلين. وجرى اجتماع بين أمير دولة الكويت وأمير دولة قطر الجديد الذي كان ينظر إليه على أنه ربما يغير من السياسة القطرية، وأخذت تعهدات على هذا الأمير عند ملك السعودية وهو المفروض أنه الأب لتلك المنطقة. ولكن يبدو أن قطر معانا في هذا الدور المرسوم لها لحست كل تعهداتها، ولهذا جاء هذا القرار. إذن أستاذ محمود، يعني هذا القرار الثلاثي من قبل السعودية والإمارات والبحرين سبقه إنذارات وتحذيرات عدة إلى قطر بعدم التدخل في شأن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدم الاستمرار في اتجاه تتناقض مع مجمل المصالح الخليجية. ولكن في المقابل وجدنا أن قطر تعاملت بنوع من الاستهزاء أو الاستخفاف إنجاز التعبير بهذه الإنذارات والتحذيرات. إذن هناك أصل وجذور وتاريخ لهذا الخلاف. بالتأكيد هذا كما قلت لك هو قمة جبل الجليد في علاقات كانت يعني ترقى إلى درجة السوء بين دول الخليج وقطر. وكانت هناك يعني ربما لا أقول تحذيرات، ولكن رسائل محددة أن هذا الدور الذي تلعبه قطر ليس محمودا وليس مقبولا، وخاصة عندما اقترب هذا الدور من مصر. دول الخليج تعتبر أن مصر هي قلب الأمة العربية، وأنها لا يجب أبدا أن تعامل مثل دولة صغيرة، وأن يتم التدخل في شؤونها جهارا نهارا سواء في الشأن الداخلي أو على مستوى علاقاتها بالعالم الخارجي. قطر لم تستجب لكل تلك الرسائل، ولم تنفذ حتى كان هناك تعهد مكتوب وقع عليه الشيخ تميم أمير قطر الشاب الذي كنا ننظر إليه على أنه ربما يمثل بداية جديدة لعلاقات متوازنة قطرية تقيم وزنا للمصالح الخليجية أولا والمصالح العربية ثانيا والمصالح
ولا حتى الإسلامية ثالثا، إلا أن قطر ذهبت بعيدا تماما عن كل هذا، ولهذا جاء هذا القرار. طب فيما يخص رد الفعل القطري، هي أكدت من وجهة نظرها أن الأمر أو السبب الرئيسي في سحب السفراء ليس التدخل في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي، بقدر اختلاف موقفها مع هذه الدول فيما يخص دول أخرى خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي، في إشارة طبعا واضحة وصريحة إلى مصر. هل ترى أن هذا هو السبب الرئيسي والأساسي لاتخاذ هذه الدول هذا الموقف تجاه قطر، أم أنه سبب من ضمن الأسباب؟ وسبب بالتأكيد من ضمن الأسباب، سبب قوي ولكنه سبب من ضمن الأسباب. دعيني أسرد لك. أولا انظري إلى تعليقات الصحف القطرية ومتابعتها لما جرى، كما تفضلت حضرتك، منتهى الاستخفاف ومنتهى الإمعان في الخطأ، كما لو كان يعني كما كالحكمة القائلة أخذته العذة بالإثم. بالفعل انظري إلى تعليقات القطرية، وهي تعليقات الصحف القطرية، وبالتأكيد صحف لا تعبر إلا عن السياسة القطرية الرسمية، تقول أو تدعي أن قطر دولة ذات سيادة، وأن ما جرى هو محاولة من دول الخليج لإثناء الدولة القطرية الكبيرة ذات السيادة وذات التوجه وذات الحرية والاستقلال في القرار، ألا تتخذ مواقف تتوافق مع مبادئها. لا أدري ما هي تلك المبادئ التي تدمر بلد مثل سوريا ومثل العراق ومثل ليبيا ومثل مصر، تجرأت على مصر نفسها تدمر الوطن العربي بالتأكيد. بالتأكيد سوف أسرد لك بعض الوقائع من خلال متابعتي للشأن العربي. فهي الصحف القطرية حتى لا حتى تقدم، يعني لا توجد حتى حمرة خجل حتى يقولون أننا أخطأنا وسوف نصلح، أو حتى يخرج صحيفة واحدة تعاكس الرأي الرسمي القطري، وإنما رأوا أن ما تتخذه قطر من مواقف هي مواقف مبدئية كما يقولون، وأن لا حق لدول الخليج أن تتدخل في المواقف المبدئية لدولة قطر ذات السيادة. دعينا نتحدث عن التدخل القطري في الشأن الخليجي. للأسف الشديد، أولا قطر وقعت مع إيران في العام 2010 أو 2011، لا أتذكر التاريخ، وقعت اتفاقية للتعاون العسكري المشترك مع أعدى أعداء الخليج وهي إيران، قفزا على كل المسلمات وكل مواثيق الشرف وكل المبادئ التي يقرها مجلس التعاون الخليجي، بأن أمن دول الخليج هي واحدة لا تتجزأ، وأن المصالح واحدة، وأن المصير مشترك. هذا الاتفاق